Bonjour tout le monde, كنتمنى تكونوا en super forme. مرحبا بكم الى كنتو باقي جات في القناه ديالي ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد. شنو كندير في القناه ديالي؟ نوتريسيون موتيفاسيون الطاقه الايجابيه على غوت سوبرا اون بون سانتي. عندي لكم واحد المفاجاه غادي تعجبكم بزاف وغادي تستافدوا منها بزاف. هو كوتشينغ غراتوي. السيمانه الجايه غادي ندير واحد الكوتشينغ غراتوي اون فيزيو ابل، دونك الى بغيتو تشاركوا مرحبا بكم كلكم. غادي نشرح لكم شنو كاين في هذا الكوتشينغ غراتوي. غادي نديرو الرياضه السيمانه كلها اونصومبل معايا اون فيزيو ابل. شنو غادي تحتاجوا؟ التليفون ديالكم، اون بون كونيكسيون، واحد البلايصه فين ديرو السبور. المهم علاش نحتاجو الماتيريال؟ غادي نحتاجو الموتيفاسيون ولو سوغيغ. وإلا بغيتو تشاركو في الكوتشينغ غراتوي غادي تجيو عندي الانستغرام وتكتبو ليا ان ميساج اون بريفي. كما كتشوفيني اليوم لابسه لا تينو ديال فيرم ابس، هاد لا مارك جديده اللي بغيت ندير معاها بارتناريا وبغيت نهضر لكم عليها ونوريكم الحوايج اللي خديت من عندهم. علاش اخترت بالضبط هاد لا مارك؟ لحقاش عندهم الحوايج دو تري بون كاليتي. المهم خليكم معايا غادي نوريكم داكشي اللي خديت وندير لكم لا ديسكريبسيون. غادي نخلي لكم لو سيت ديالهم لتحت في لا ديسكريبسيون الا بغيتو تشوفو الحوايج اللي عندهم، جو سوي سيغ غادي يعجبوكم. المهم عندي لكم كذلك ناقص 10% الا درتو الكود برومو اللي غنخلي لكم لتحت. قبل ما نوريكم الحوايج غادي نوريكم بعدا لومبالاج اللي كيجي فيه. هذا لومبالاج ديجا تري ريزيستون تري بون كاليتي والحوايج كيبقاو حديين لداخل. قبل ما نهضر لكم على الحوايج اللي خديت بغيت نهضر لكم على هاد لاتيني. هادي اللي عجبتني بزاف كيحمقوني الحوايج اللي هما ميليتار. هادي لا نوفي كوليكسيون. المهم شنو اللي كيعجبني بزاف في التيني ديالهم سي كو لا كاليتي ديال لا ماتيير، اي سون ايلاستيك مي اون ميم طو عندهم ان بون مانتيان. بغيت نهضر لكم اوسي على لو ليغين. علاش كيعجبوني لي ليغين ديالهم؟ ديجا عندهم لا تاي اوت كيطلعو مزيان الفوق، وكيما كتشوفو هنايا اي سون بيان بوشاب، يعني كيشدو كيديرو لو مانتيان ديال لا فورم. عندهم كذلك هنايا واحد الجيب، كاين جوج ديال الجيب نقدرو نديرو فيهم تيليفون باغ اكزومبل تاكم في لاسال دو سبور، سي تخي براتيك. واحد الحاجه سي تخي تخي امبورطون في لي ليغين هي لا ترونسبارونس، اي سون با دو تو ترونسبارون مكيبينو حتى شي حاجه. دابا غادي نوريكم لا تيني نيميرو 2. الوغ شنو اللي عجبني في هاد لا تيني؟ هي لا كولور ديالها فلاشي اورانج، عزيزين عليا هاد لي كولور هادو. واللي عجبني اونكور بلوس هو هاد لي ديتاي اللي كتشوفو في الكتف هنايا. كيما شفتو عندها كتف واحد، من بعد غادي نوريكم كيفاش كتجي، كتجي زوينة بزاف. واحد الحاجة اللي مزيانة عندهم البونجات لداخل، دونك إلي با ترونسبارون نقدرو نلبسوه بوحدو. Le tissu ديالها il est bien élastique ولكن en même temps عنده واحد لو مانتيان لي مزيان. كما كتشوفوا اللون كاين واحد لوفيرتور في الظهر كيجي فريمون ستيل ديالو زوين بزاف. هنايا عندكم لا مارك فيرم ابس هو هذا. دابا غادي نوريكم الشورت. الشورت ديالو كذلك عنده حتى هو هاد لي ديتاي هنايا لي زوينين لي دو كوتي. هو إلي با ترونسبارون دونك نقدرو ندير بيه دي سكوات سبور لي بغينا. عندو أن بون مانتيان، إلي بيان إلاستيك أوسي. هاد الحاجة لي كتعجبني بزاف في ليغين ديالهم سي كو عندهم هنايا اللون كيما كتشوفو هاد الخياطة هادي بحال لاستيك. فاش كتشوفو لي ليغين ولا الشورتات بحال هكا سافو دير كعندهم أن بون مانتيان أو كيديرو بوشاب، يعني كيهزو مزيان في الفورما. دابا غادي نوريكم لا تينو نيميرو 3. اللي عجبني في هاد لا تينو بعدا هي لا كولور. هاد لو كاكي هذا كيعجبني بزاف، سورتو هاد لي بوش اللي كاينين داهيا. رياضي كاين هاد لي بوش نقدروا نستعملوهم. عندكم اوسي جوج ديال لي بوش لي كوتي اللي كيما كتشوفوا حتى هو عنده ان الاستيك داهيير باش يمانتيني مزيان الفورما. كيما كتشوفوا القدام عنده واحد لو بيتي في هنايا سي ان بو ديفيرون من لي زوتر. وهنايا اللور كاين الكسبه ديالهم فيرم ابس. ديما اوسي لا براسيير ديالو، ولكن الا بغيتو تقدرو تبدلو لون باغون تاخدو سروال كحل وفوقاني تاخدو فهاد لا كولور هادي. اللي عجبني هنايا سي كو
عندو هاد لا بتيت اوفرتور هنايا اللي كتجي لتحت سي ترو ترو ستيلي. عندكم هنايا واحد السنيسله و لو ديريير حتى هو تري تري بو. حتى هو عندو ان بون مانتيان كما كتشوفو و الداخل فيه بونجات دونك لي با ترونسبارون. Et la tenue que j'ai voulu vous montrer est la numéro 4 et j'ai choisi la première fois que j'ai choisi la première fois. Alors, c'est le legging d'elle. Comme vous le voyez, c'est un look total black. Même pas de vous montrer la veste. Comme vous le voyez, il y a juste des poches. Zouine et très pratique. C'est d'ailleurs que c'est un push-up. Comme vous le voyez, il y a un élastique qui a un bon maintien. Le tissu d'elle est zouine. Et pas transparent. C'est un rocadélique taille haute. Ne pas vous montrer la veste d'elle. La veste d'elle, elle est très bien. Mais qu'est-ce que je vous mets à la veste? Que j'ai serré trop stylée ou zouine. Ou la veste, elle est de la matière zouine. Donc, on peut dire que c'est sport et en même temps, on peut dire que c'est bien. Achetez-vous la matière d'elle, je vais être bizarre. Je vais vous montrer la matière d'elle, les calçons, je vais dire la plongée. Vraiment la matière d'elle est zouine bzaf. Donc comme j'ai des détails هنا يا واحد جوج ديال التقيبات على حساب لا رياسيون. Donc فاش كنكونوا كنديروا سبور واحد الحاجه اللي زوينه طو ستيلي كنقدروا نديروا نخشيو صبعنا هنايا من بعد ديال البسه ونوريكم كيفاش كتجي. عندها كذلك واحد السميطه لتحت باش نقدروا نسدوها. وعجبني هاد لي في هذا اللي كاين هنا هاد لي في كونكير كما كتشوفوا زوين بزاف. المهم هادي فريمون حمقاتني هذا لوك توتال بلاك غادي نوريه لكم من بعد. وصلنا النهاية ديال هاد لا فيديو. كنتمنى تكون عجباتكم ويكون عجبوكم لي تيري اللي قيستهم اليوم. بغيتكم لتحت في لي كومونتير تقولوا لي اين هي اللي عجباتكم في هاد لي 4 تيري اللي قيستهم. وما تنساوش بلي عندكم ناقص 10% افيك لو كود رين 10. مرحبا بكم كذلك في انستغرام وفيسبوك اللي كنتو باقيين ما تابونيتوش عندي. مرحبا بكم كلكم. واحد الحاجه قبل ما ننساها, الكوتشينغ غراتوي غادي يبدا السيمانه الجايه ان شاء الله. دونك مرحبا بكم سي 100% بور فام. المهم غادي نقول لكم السلام عليكم وعلى بروشين فيديو ان شاء الله. سلامه.